طيب ناخد ام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام عبد الله. حضرتك ازيك؟ الحمد لله. علي صوتك شويه بس يا ام عبد الله كده. كنت انا حضرتك مبتاز. وانت بالصحه والسلامه. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا ام عبد الله. ايوه دكتور محمد. اهلا بيك يا فندم. لو سمحت عندي سؤال في العظام، ممكن؟ ممكن ان شاء الله. ممكن؟ نعم. انا عندي 4 اطفال يا دكتور. طيب جميل. سنك كم سنة؟ 15 و12 و10 و8. ما شاء الله. وسنك انت؟ كلهم يا دكتور كلهم عندهم تقوسات تقوسات بسيطة في الساقين يعني. اوكي. ده انت عندك عندي سؤال عايز اعرف. نعم. انت عندك تقوسات او ابوهم او عيلتكم؟ لا. طيب تفتكر كان عندهم لين عظام هم صغيرين؟ لا والله انا يعني ما تحصلهمش يعني على الموضوع ده، هم لما كبروا وظهر فيهم الموضوع ده. طولهم طبيعي؟ طولهم طبيعي الحمد لله. طيب ايه السؤال؟ السؤال عايز اعرف يعني هو في سنهم ده ايه؟ ممكن التقوصات بتروح من غير جراحة ولا لا من جراحة بقى؟ لا هو التقوسات لو كانت بتاثر على الحركه بتاعتها. طب اتفضلي اقفلي وانا هرد عليك. شكرا شكرا ام عبد الله، خليكي مع الدكتور. يعني هو ممكن يكون كان في لين عظام وهما صغيرين، ولين العظام ده بيكون نقص فيتامين د او عدم التعرض الاطفال للشمس، عاده بيكون هو ده السبب، او ان هما ما خدوش فيتامين د في حياتهم واعتمدوا على رياضه الام، قصدي رضاعه الام الطبيعيه اول سنه. دايما اللي هو لين العظام بيبقى في اول من 6 شهور لسنتين. تمام. فاحيانا يسيب اثر بهذا الوضع، احيانا هو بيتظبط لوحده. لكن اللي يهمنا هنا سواء بقى لو كانوا صبيان بالذات، ما يهمنا الشكل الرجلين قوي، ولكن يهمنا ان هو مؤثر على الطول، مؤثر على الحركه، مؤثر على يعني الوظيفه النوعيه للساقين. بس هل ده يحدث يا دكتور للاربعه بالتوالي؟ ما دي غريبه أطفال؟ برضو معلش كده انا سالت، قلت يمكن العم والخال وكده عندهم ولا الخاله، فقالت لي ما فيش. فهنا ان احنا دلوقتي نقيس فيتامين د للولاد دول كلهم، بس قالت لك الطول كويس، ونقيس الكالسيوم والفوسفورس والالكالين فوسفاتيز. يبقى هنقيس في الدم فيتامين د للاربعه والثلاثه، ونقيس كالسيوم في الدم وفوسفورس والكالين فوسفاتيز. ومش عايز اقول بقى نقيس حاجه ثانيه عشان ما نكلفكش كتير، اعمل لنا دول وبلغنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب.